في دكانه يتطاير الشرر، وتأخذك أصوات قرع الفؤوس والمطارق في رحلة عبر الزمن. هذه الورشة لم يغلق بابها منذ 70 عاما. إنها ورشة الحاج مصطفى في إحدى زوايا السوق الأثري المسقوف بمدينة جسر الشغور غرب إدلب. هيا بنا نعرفك عليه. أحداث العربي معلمين كلياتنا أهلنا من تركيا، الصيفان وكيورك دامرجان، يوسف حداد، خليل حداد، حسن غانم طويل، كلهم حديدين، هذول كلياتهم من طاكي، وتعلمنا منهم وباشرنا نشتغل أحدادي عربي. رغم أنها مهنة عربية منذ القدم، إلا أن الحاج مصطفى تعلمها من أحد المهاجرين الأرمن الذين قدموا إلى سوريا في أواخر عهد الدولة العثمانية. كان الحاج مصطفى تلميذا نجيبا لدى معلمه الأرمني كويريك دامرجان، فتعلم المهنة بسرعة وأتقن جميع فنونها، بل وكان وفيا لها إلى هذا اليوم. بتتطلب لكل شغلة هاي العربية. هلأ فاس لركيش نحن منشتغلها، بلطة لتجئيف الحطب نحن منشتغلها، غير هيك ما بيقدروا بيشتغلوا فيها. أنا من كان عمري 6 سنين اشتغلت بهالصنعة وتعلمناها من معلمينا. الفؤوس والمعاول والحراب والمناجل ومختلف الأدوات الزراعية وغير الزراعية تنتج هنا بمختلف الأدوات التقليدية والحديثة أحياناً. إنها مهنة تنطلق من رحم الحاجة بطبيعة الحال، فالإنسان القديم هنا إما محارب أو مزارع، وفي كلتا الحالتين لا غنى له عن هذه المهنة التي تعود إلى أكثر من 1500 عام قبل الميلاد.